حياكم الله متابعينا متابعين بيج مستر اونلاين. نزولا طبعا لرغباتكم وفرنا لكم اليوم الساعة ال HK 9 برو الاصدار الجديد 2023 الشهر الرابع. طبعا الساعة تجي بهذا الشكل مرسوم عليها رقم 9 وتجي حصريا للبيج مالتنا المستر اونلاين. طبعا يجي وياها باكج كامل كتيب التعليم وشاحن اللاسلكي اللي هو يعتبر سوبر تشارج الشحن السريع، ويجي وياها السير الربر الرياضي اللي يسموه المشيف بهذا الشكل. يجي شيء كلش حلو انيق. هسه راح نجي نفتح الساعة قدامكم. طبعا مواصفات الساعة كلش رهيبة، تشتغل بالويز اون ديسبلاي مثل ما جاي تشوفون. انحناءاتها تكون افضل من الساعة قبلها اللي هي HK 8 بالنسبة لانحناءاتها، وبالنسبة للشكل مالتها كلش حلو. شوف هذا الشكل مالتها، تجي مطابقة للابل ووتش الجيل السابع. نرجع شوفوا هاي الحلقة مالتها، وايضا تشتغل بشاشة اومليد. طبعا السرعة مالتها كلش 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 ممتازة. الفرق بين اصدار هاي واصدار دي شيء انه عالجوا البطارية مالتها، عالجوا السرعة مال اللمس مالتها، وايضا وضوح الشاشة وتفاصيل بسيطة عندك. هاي الدقمة هسه صارت بالجديد للقفل مثل ما جاي يشوفون، تفتح بهذا النظام. اشعارات، كل الاشعارات تستقبل، وايضا كل المكالمات اللي تستقبل من الواتساب والماسنجر والتليفون. بطاريتها كلش حلوة ممتازة. طبعا نبضات القلب هي حقيقية وليست وهمية. الموسيقى والغيرها والسيري وباقي التفاصيل انت راح تتعرف عليها. طبعا قدموا وياها عرض شيء كلش حلو، يجي وياها هذا الباكيج اللي هو درع حماية الها مع لزقة وسير الربر الاصلي. شوفوا هذا قدامكم، سير مالته كلش حلو، ربر اصلي، واضافة الى درع هم شيء ممتاز كلش حلو. توصيلها مجاني، سعرها مع هذا الباكج كله 70,000. اكيد توصيل مجاني مثل ما قلنا لكم، واللي يطلب قطعتين يعني اكثر من قطعه تجي بعد سير اضافي، يعني يعتبر 3 سيوره اضافيه له. واضح، وعليكم بألف عافيه.